هلع طفل ممزوج بأنات وجع، صعب على هذا الجسد الصغير إطلاقها، إلا أنه وبالرغم من كل التعب استطاع أن ينادي أمه التي لم ولن تجبه بعد الآن. فقد غادرت الحياة بقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع على منزلهم في مدينة تعز قبل عشية عيد الأضحى المبارك. أطفال تعز ليسوا الوحيدين الذين فقدوا بهجة عيدهم بفقدهم لأحد أفراد أسرهم. فهنا في صنعاء يرمي أطفال المعتقلين كسوة عيدهم، وعندما يسألون عن السبب يجيبون: أجلي عيد مع بابا، بابا له عيد بدون بابا هو أهدى العيد جوعه. عزوف الأطفال عن استقبال العيد وتصرفاتهم وعباراتهم لا تعكس إلا حجم الألم الذي جرعتهم إياه الميليشيا، فأحرمتهم بحربها من طفولتهم وأجبرتهم على أن يكبروا قبل أوانهم.